أكثر الملفات اللي الدولة اشتغلت عليها بعد ثورة 30 يونيو كانت العودة لحضن القارة الأم وهي القارة الأفريقية وإعادة العلاقات المصرية الأفريقية لمسارها الصحيح اللي بيتناسب مع الريادة المصرية كمان في القارة الأفريقية. اللي ساعدنا على توطيد هذه العلاقات كمان واللي كان دايما موجود ودايما حاضر مع مصر في كل مناسباتها وفي كل أزماتها وفي كل استحقاق متحققه المصريين في الخارج. دايما بنهتم ان احنا بنعرض جهود المصريين في الخارج من خلال الوزارة في كل العالم، ولكن احنا النهاردة فقرة خاصة بنتكلم عن المصريين في الخارج في جنوب أفريقيا ومدى اهتمامهم بتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية، وهتكون منورانا في الاستوديو الأستاذة ميري ذكي رئيس المنتدى المصري في جنوب أفريقيا. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور، منورانا وشرفانا. أفريقيا تعود أو مصر تعود لأفريقيا من جديد بعد 30 يونيو. الرئيس قام ب 22 زيارة لدولة أفريقية، أول زيارة ليه كانت لأفريقيا. المنتدى المصري بجنوب أفريقيا، عايزين نعرف السادة المشاهدين إيه طبيعة المنتدى ده والنشاط اللي بيقوم بيه. أولا صباح الخير وكل سنة وطيبين للمصريين كلهم جميعا. المنتدى المصري نشأت فكرته لما حصلت الأحداث اللي حصلت في مصر قبل 30/6 وكده، ولقينا الإخوان بيقوموا بوقفات وبيشحنوا الشعب الجنوب أفريقي ضد مصر وكده، ففكرنا نعمل حاجة. في مصريين شرفاء كتير، في ناس كتير بتحب وطنها في جنوب أفريقيا كمصريين، بس مش قادرين يعملوا حاجه، ففكرنا ان احنا نعمل المنتدى المصري، وكان لازم ان احنا نسجل عشان نقدر نعمل وقفات، نعمل حاجه، لان مصرح ليك انك انت تعبر عن شعورك، تجمع المصريين، بس لازم يكون جهه رسميه مسجله بتصريح. فجت نشات فكره المنتدى المصري، وبالتالي لما كانوا هم بيعملوا مظاهرات تأييد ل مرسي والفترة اللي فاتت وكده، احنا كنا على طول بنجمع كل المصريين، والحقيقة كانوا بيستجابوا بكميات واشكال غير متوقعة، وكنا احنا بنرد عليهم. دي جت نشأة او فكرة المنتدى المصري. بعد كده دورنا احنا بنوصل الصوت المصري للسفارة، والسفارة طبعا بتوصله للحكومات ومصر. دي نشأة المنتدى. عددنا قد ايه يا فندم؟ الجالية المصرية في جنوب افريقيا قد ايه؟ الجالية المصرية عددها كبير جدا، في مسجلين وفي دخلوا البلد، لان كانت قبل كده الناس بتدخل بدون فيزا، بس دلوقتي لازم فيزا ولازم تصريح والحاجات دي. فبيقال ان عدد المصريين فوق ال 50,000 مصري، بس المسجل منهم حوالي يمكن 10,000، انا مش قادره اقول ارقام يعني محدده، انما معروف ان هم فوق ال 50-60,000 مصري. استاذه ميري، كلمينا كده سريعا عن دور المصريين في الخارج بتلبيه الدعاء، يعني بمجرد وجود وزاره الهجره وطبعا العظيمه السفيره نبيله مكرم بالدعوات دايما للمؤتمرات والمشاركه فيها، وكمان في حلول مشكلات مصر والاسهام في الاصلاح الاقتصادي، المصريين في الخارج موجودين على طول. المصريين قبل الثورة ما كانش ليهم دور، أو زمان، أنا عايش بره ليا حوالي 24 سنة، قبل كده ما كانش في أي دور لأي مصري، ومصر نفسها ما كانتش بتهتم بأبنائها في الخارج. الاهتمام ابتدى لما اتعملت وزارة الهجرة، وابتدى يبقى في تواصل، وابتدى في حاجة اسمها هيئة الاستعلامات، ابتدت تبعت للمصريين، ابتدينا نجمع المصريين، يبقى في داتا للمصريين، ابتدينا نوصل صوت المصريين. المصريين قوة كبيرة جدا في الخارج، مش بس في جنوب أفريقيا، أنا رحت بلاد كتير، عدد المصريين في كل دولة كبير قوي قوي قوي. الوحيدين اللي مش متجمعين وملهمش كيان المصريين، يعني اللبنانيين أول ما بيوصلوا بتلاقي تجمع اللبنانيين وبيستقبلوك وبياخدوك، المغاربة، الجزائريين، كل الناس دي بيتجمعوا بسرعة. المصريين كانوا متفرقين شوية. بعد كده لما اتعملت وزارة الهجرة وساعات السفيرة نبيلة مكرم ابتدت تتواصل مع المصريين، وابتدى يبقى في رؤساء جاليات وحاجات زي كده، ابتدوا يتجمعوا ويبقى لنا صوت. ابتدينا نأثر كمان في الدولة اللي احنا عايشين فيها، يعني جنوب افريقيا ازاي تسمع صوت ان في حاجة اسمها مصريين، في ناس مع الثورة، عن طريق مين؟ عن طريقنا. ابتدت الجرايد احنا بنتواصل معهم بنقول لهم لا، في ناس تانية بتحب بلدها وبتساهم. دورنا كمان ان احنا بنشجع الاستثمار، بنعمل ندوات وبنعمل تجمعات، والحقيقة السفارة بتساعدنا جدا جدا. يعني ساعات السفير لما بنقول له احنا عاملين تجمع للمصريين، بيجي يحضر هو وجميع اعضاء السفارة، بداية من السفير لغاية حارس الامن اللي بيبقى واقف على الباب، بيجوا يحضروا.
المصريين زمان كانوا بيخافوا من حاجه اسمها بعبع اسمه السفاره، دلوقتي لا. زمان كانت السفارات منعزله عن المصريين، في الوقت الحالي السفاره بقت بيت المصريين. اي مصري عنده مشكله ما بيلجأش بقى لطرق ملتوية، بيروح للسفارة على طول، والسفارة بتحاول انها تساعد وتساهم في حلها. لما بنعمل احنا التجمعات والندوات دي اللي بندعو الصحفيين، بنعرض المشروعات اللي بتتعمل في مصر، الاستثمار، بنوري لهم ازاي مصر فيها امن وامان. قبل كده كانت معروف مصر لا ارهاب ولا وخطف، وبنقول يا رب ما ترجعش الايام دي تاني. احنا دلوقتي دلوقتي احنا بننزل بنخرج عايشين بامان. انا لما بتحبوا بتاكدوا على الصوره دي ان انتوا تنقلوها للخارج كمان، بنعرض فيديوهات، بيجي لنا فيديوهات وبيجي لنا صور وبيجي لنا، بنتواصل مع السفاره او هيئه الاستعلامات او وزاره الهجره بيبعتوا لنا، واحنا بنعمل بروجكت كبير وبنعرض فيه، الصحفيين بيكتبوا عن الحاجات اللي موجوده. بس حضرتك بقى الصوره دي او دوركم في نقل صوره مصر واللي بيحصل فيها للناس اللي موجوده في جنوب افريقيا، برضو عشان يحصل نوع اصلا من التعاون الشعبي هنا، يعني احنا بنتكلم برضو علاقات مهمه جدا، السياحه وغيره. الجنوب افريقيين بيشوفوا في عيونهم مصر ازاي من خلالكم؟ بيشوفوا مصر بيبقوا منبهرين جدا، ولما بنكلمهم عن مصر مش مصدقين الحضاره، ان مصر بلد عريقه وليها حضاره وليها تاريخ ومهد للديانات، كل الحاجات دي مش موجوده في جنوب افريقيا، لان حضرتك عارف قبل كده العنصريه، وكانت جنوب افريقيا منعزله ومش مفتوحين على العالم. لما بنكلمهم عن مصر بيبقوا منبهرين جدا، واللي بيروح مصر بيرجع مره ثانيه، يعني اللي بينزل زياره لمصر بيرجع مره ثانيه وثالثه. فالاستثمار كمان احنا برضو دورنا كمنتدى بنجيب، يعني لما بنعرف في مستثمرين بيسالوا بنقول لهم وبنجيبهم لهيئه الاستثمار، المكتب التجاري بيساعد برضو بننزلهم، فبيبقى في حلقه وصل بين كده. واعتقد ان ده دور المصريين، كل المصريين دلوقتي ابتدوا يبقى عندهم الحس العالي ببلدهم، ابتدوا يتفاعلوا معاها، قبل كده ما كانش في تفاعل. وبعدين المؤتمرات اللي بتتعمل، مؤتمر الشباب، السنه اللي فاتت انا حضرت مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطه، والحقيقه كل المجموعه اللي حضرت بدون استثناء ما زالوا بيتفاعلوا وبيقدموا حاجات وموجوده على الصفحات، ويمكن الاستاذه اسماء عارفه الموضوع ده. ما فيش واحده ما بتقومش بدورها، او واحد المصري عنده انتماء، وبنشجع بعض طول الوقت، وبنشجع بعض وبنشجع بعض كلنا، ولو في مشكله لحد مصري في بلد بنبعت لبعض. عايز اقول لحضرتك المصريين قلبهم على بعض بصوره غير عاديه، وحبهم لبلدهم يعني لا يوصف ولا يقال في دمنا. تسلمي استاذه ميري، والحمد لله على السلامه، وان شاء الله تكون اجازه سعيده في مصر هنا. ده كان مثل كده بوريه لحضراتكم من المصريين في الخارج، منطقه بعيده جدا يمكن ما تجيش في دماغنا، دايما مهتمين بالمصريين في الخليج، في امريكا، في اوروبا، ولكن مصريين حتى جنوب افريقيا مع مصر، وبيتابعوا استثمارها ومشروعاتها وصورتها في الاعلام. مصريين في الخارج بيحسوا بكل حاجه انت حاسس بيها جوه مصر، وطول الوقت بيبقى قلبه عليك ومعاك. بشكرك شكرا جزيلا، منوره بلدك مصر، ودايما بتقدمي صوره جميله عن مصر والمصريين في جنوب افريقيا. وصلنا لختام حلقتنا في صباح اون، نشكركم مشاهدينا. يسعد صباحك يا اسماء، كل سنه وانت طيبه مره ثانيه. صباحكم كده يا رب كله خير وسعاده ومحبه.